الرابعة مؤسسة تفاعلية للمشاهد دور في صنع الخبر والرأي فيه. الإعلام سلطة الرابعة وأخبار الرابعة هي سلطتك التي نسعى لتكريسها بأمانة واحترافية. نتشارك العمل في غرفة الأخبار لننقل لكم الخبر الرصين لأنكم تستحقون. نقصد الأحداث نحللها، نقف على تفاصيلها لننقلها لكم بكل مصداقية ومهنية. بنشرات أخبارنا ننقل صوتك ونحترم فكرك لتتجسد سلطتك. مفوضية الانتخابات تواصل إجراءات العد والفرز للمحطات المطعونة، وقوى الإطار التنسيقي تطالب بالعد الشامل. الكاظمي غير مرحبا به لولاية ثانية. قوى سياسية تبلغ الصدر بأن المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بالتوافق الشيعي. وفاة مواطن وإصابة العشرات إثر تسمم جماعي في ميسان، والأجهزة الأمنية تعتقل عددا من أصحاب المطاعم الملوثة. الإعدام بحق قاتل الصحفي أحمد عبد الصمد، ومطالبة بالتنفيذ العاجل لردع العصابات المنظمة. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة المسائية تأتيكم من قناة الرابعة. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني في اليوم الأول من عمليات تدقيق في محافظة ذي قارة. المفوضية قالت أنها أنهت إعادة عد وفرز 463 محطة من محافظة ذي قار من مجموع 612 محطة، مضيفة أن العد والفرز اليدوي في اليوم الأول بالمحافظة أظهر تطابقا للنتائج بنسبة كبيرة. وبحسب المفوضية فأن العملية تمت بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين. إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن عملية العد والفرز اليدوي تتم بشفافية تامة وبحضور المرشحين الذين قدموا طعونا للمفوضية. وفيما يتعلق بالأوراق الباطلة المستبعدة، أوضحت الغلاية أن عددها قليل، مشيرة إلى أن الأوراق الباطلة هي التي لا يقرأها جهاز التحقق، إذ تكون هناك حالة قليلة يكون فيها ختم التصويت خارج المكان المخصص لاسم المرشح أو الرقم أو الشعار، وبالتالي يرفضها الجهاز. بينما تستمر المفوضية بإعلان نتائج العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها من قبل المرشحين، تتعدد القراءات بشأن شكل التحالفات المقبلة داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة القادمة وسط تزايد الاعتراضات من قبل جمهور القوى الخاسرة في الانتخابات. مصطفى علواش لديها تفاصيل. بينما تستمر المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها من قبل المرشحين، تتعدد القراءات بشأن شكل التحالفات المقبلة داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة، ولا سيما مع اعتراض جمهور القوى الخاسرة على هذه النتائج. مراقبون بيّنوا صعوبة تحديد مسار التحالفات المقبلة في الوقت الراهن نتيجة انتظار أغلب القوى السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج. طبعا اليوم الحديث عن
التحالفات سابق لأوانه، وذلك بسبب عدم اكتمال الطعون. عندما تكتمل الطعون ويقتنع الخاسرون ويفرح الفائزون، ستكون هناك تبدأ مرحلة التحالفات. لكن الآن كل الكتل السياسية الفائزة والخاسرة لديها تفكير ولديها رؤى، هذه الرؤى لن تطرح إلا بعد أن تحتسب الأصوات بشكل نهائي. ونتيجة لما أفرزته الانتخابات من نتائج، يستبعد أن يكون شكل الحكومة المقبل ذا طابع أغلبية، بل ستلجأ القوى السياسية إلى ما اعتادت عليه بتقديم مرشح توافق يتولى تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يتوقع مراقبون أن تلجأ بعض القوى الفائزة في هذه الانتخابات إلى خيار المعارضة لتقييم الأداء الحكومي. ممكن هناك بعض الأحزاب اللي فازت بهذه الانتخابات أن تعمل على معارضة حقيقية، معارضة إصلاحية، معارضة هدفها تقييم الأداء الحكومي، تقييم التشريعات، تقييم الأمور النيابية والعمل النيابي. وبحسب خبراء القانون فإن نتائج الانتخابات ما زالت تسير ضمن المسارات القانونية التي نص عليها الدستور العراقي، ولا يوجد وقت أو تاريخ محدد لإعلان النتائج النهائية. وسترسم ملامح مرحلة سياسية جديدة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بحسب ما يراه مراقبون، وربما ستتضح إثرها مصير التحالفات. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي السفيرين التركي والفرنسي لدى العراق لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والانتخابات وما أفرزته من اعتراضات حول نتائجها. المالكي أكد رفض العراق لكل أنواع التدخل في شؤونه الداخلية وعدم السماح لكل المحاولات التي تستهدف الأضرار بمصالحه، مشددا على ضرورة معالجة أثر نتائج الانتخابات والنظر بالطعون والشكاوى بموجب القانون. كما أشار المالكي إلى أن القوى السياسية ستتجاوز هذه الأزمة بحرصها على عملية الانتقال السلمي للسلطات ومنع أي مظهر مسلح أو ممارسة تخل بالأمن. جددت كتلة نهج الوطني حديثها عن وجود ما وصفته بالثغرة الجسيمة التي حصلت خلال العملية الانتخابية، فيما طالبت بمعالجتها قبل فوات الأوان. عضو الكتلة حسين العقابي قال: لازلنا نترقب المشهد السياسي ونتابع نتائج اجتماعات القوى المعنية، إلا أننا كنخبة سياسية ندعو بجدية إلى معالجة الثغرات التي حصلت خلال العملية الانتخابية والخلل الواضح في النتائج، مضيفا أن بقاء مثل تلك الثغرات يعني انتشار الفساد بشكل كبير، وهذا يهدد التشكيل الحكومي والنيابي المقبل. قال عضو ائتلاف النصرة حسن بهاد لأن إجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات هو شرط الإطار التنسيقي الوحيد للقبول بنتائج الانتخابات. بهاد في تصريحات صحفية أوضح: جميع الكتل ضمن الإطار تذهب باتجاه العد اليدوي للمحطات كافة وليس تلك المعلن عنها مؤخرا وظهرت نتائجها متطابقة، معتبرا أن المطلب الآن هو العد الشامل، ولو ظهرت النتائج مطابقة فإن الإطار سيذهب لتصديق الاقتراع في المحكمة الاتحادية. هذا وأبلغ الإطار التنسيقي للقوى الشيعية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. وذكر مصدر للرابعة أن مبعوثا من الإطار التنسيقي أرسل رسالة إلى الوفد التفاوضي للتيار الصدري مضمونها أن قادة الكتل الشيعية اتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة توافقيا، ومن داخل البيت الشيعي هو على أن يتم اختياره وفق المصلحة العليا للعراق بموافقة الجميع. وحث الإطار التنسيقي التيار الصدري على الجلوس على طاولة حوار مع الكتل الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي من أجل الاتفاق على اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
هذا وما زالت القوى السياسية مستمرة باجتماعاتها وحواراتها لتأليف الحكومة القادمة على الرغم من عدم المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات تشرين ورفض عدد آخر من القوى لهذه النتائج، في حين أعلن عدد من الكتل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، الأمر الذي زاد من المشهد السياسي تعقيدا. المزيد في سياق التقرير التالي. مع استمرار المفوضية بعملها على الطعون وانتظار وترقب للقوى السياسية مصادقة النتائج التي تطعن بها العديد من الجهات السياسية، انطلق ماراثون التحالفات ولا سيما عند القوى السياسية الفائزة، وبدأت معها حرب التصاريح، إذ أفصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأكد أنه ليس لديه خلاف مع الكتل السياسية الأخرى سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي. وهنا وضعت علامات الاستفهام والتعجب. في غضون ذلك كشف مصدر سياسي عن قيام قوى الإطار التنسيقي بإبلاغ زعيم التيار الصدري رفضها تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا أن الاجتماع التفاوضي تم الاتفاق فيه على أن يكون رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة توافقيا ومن داخل البيت الشيعي، وعلى أن يتم اختياره وفق المصلحة العليا للعراق وبموافقة الجميع. يأتي هذا مع أعلان العديد من الكتل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، منها كردية تمثلت بكتلة الجيل الجديد وحزب الاتحاد الإسلامي، أما الشيعية فتمثلت بإعلان الحكيم عن المقاطعة لمراجعة وبناء التنظيم الداخلي من جديد. من جهته يستمر تحالف الفتح برفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا، وذلك بسبب نسب التزوير والتي يؤكدون أن لديهم الأدلة على ذلك حسب قولهم. أما ائتلاف دولة القانون فقد أكد زعيمها نور المالكي أن رئيس الوزراء القادم هو عراقي قح، وما يقتضيه الطيف السياسي سيكون محط ترحيب، لافتا إلى أنه لا ولاية لأحد من الرئاسات الثلاث في المرحلة المقبلة. ويبقى الماراثون مفتوحا أمام الجميع وسط انتظار للقوى الكردية والسنية حول الاتفاق الذي ستصل إليه القوى الشيعية لطرح اسم رئيس الوزراء القادم. فمن سيكون يا ترى؟ سيف السعدي، قناة الرابعة. وبشأن الملف السياسي وآخر التطورات، معنا الآن من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي مهدي. أهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. في البداية، بعد هذه التطورات السياسية حول التصريحات والاجتماعات، ما هي فرضية أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل تحالف بين الإطار والتيار لتشكيل الحكومات المقبلة؟ في البداية شكرا جزيلا لك ولكل متابعي القناة الرابعة. أعتقد كل المؤشرات تؤدي بشكل عام بأن هناك الأمور تجري على يعني بشكل منتظم. صحيح هناك بعض القوى السياسية عندها اعتراضات، عندها طعون، لكن كل الطعون وبعد إعادة الفرز اليدوي هناك تطابق في نتائج الانتخابات ما بين اليدوي والإلكتروني في العديد من المحافظات. وأعتقد غدا يمكن محافظة صلاح الدين أو يعني الأمور بشكل عام كل الصناديق اللي تم فتحها هناك تطابق يعني، ويبدو لي لم تكن هناك تغييرات حقيقية في النتائج المعلنة من قبل المفوضية للانتخابات. وأعتقد كل الطعون تم الأخذ بها وبعد ما فرزها، وأعتقد الأمور تتجه بإرسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة. وعند المصادقة على الانتخابات هناك دعوة من قبل بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية لدعوة إلى مجلس النواب للانعقاد يعني. طيب، بعد ما ذكرت حيال التقييمات بالنسبة لأداء المفوضية اليوم، كيف تجد هذه إعلان النتائج وتطابقها بعد محافظة ذي قار؟ كيف ستكون؟ وبرأيك هل هي المفوضية جادة أم هي إجراءات شكلية؟ أنا أعتقد يعني حسب المؤشرات وحسب المراقبين وحسب المنظمات الدولية، أتأكد هناك جدية من قبل المفوضية، وأغلب المحطات اللي تم
إدراج طعون عليها تم فصلها، وهناك كل يوم يأخذون محافظة أو محافظتين وأمام المراقبين، وكل المراقبين موجودين، والموظفين طبعا موظفين المفوضية هم يعني من أبناء الشعب وكلهم معينين من قبل الدولة، وكلهم محاسبين إذا هناك ثغرات فيما بيناتهم، وكلهم لم ينتموا إلى حزب سياسي معين. فلهذا أنا أعتقد من هذا الباب أعتقد يمكن بعض المصداقية بإعادة الفرز اليدوي. ولاحظ يعني لا محطة ولا محطتين ولا ثلاثة، أكثر من 2000 محطة هناك تطابق ما بين اليدوي وبين الإلكتروني. فأعتقد الأمور في هذا المجال يعكس هناك جدية حقيقية من قبل المفوضية. نعم. ممكن هناك إرباك بقضية الإعلانات اليوم الأول واليوم الثاني، لأنه تعرفين القانون رقم 90 لسنة 2020 أجبر المفوضية أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة، وهذه ال 24 ساعة أعتقد هي ولدت ردود الأفعال. هناك كان هنا نقص بعدد المحطات اللي لم يتم فرزها أو لم يتم إرسال عصا الذاكرة مالها إلى المفوضية. هذا خلق بعض الإرباكات، لكن أنا أعتقد النتيجة من ذاك اليوم إلى اليوم هي يعني ممكن هنا مقعد أو هناك مقعد، لكن الحصيلة العامة من الصعب أبو 70 يصير 50، أبو 30 يصير 40، وأبو 20 يصير 40. طيب يعني في حالة إن لم تكن هناك تغييرات كبيرة في عالة نتائج العد والفرز بشكل يدوي، كيف تتوقع الخطوات المقبلة للإطار التنسيقي في ضوء ذلك؟ أنا أعتقد الإطار التنسيقي طبعا هو ضم كل القوى الأحزاب الشيعية التي يعني تعتقد بأنه لم تحصل على النتائج اللي كانت مرجوة من قبلها. نعم. لكن يمكن أنا أحس دولة القانون عدة تمايز في هذا الجانب. دولة القانون يعني قفز بعدد أصواته، وأنا أعتقد أصواته أجت من نفس الإطار من مناصري أحزاب الإطار التنسيقي. فلهذا تحسين أكو تمايز ما بين بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي، واحتلاحات يمكن تغريد يعني رسائل أو أحاديث السيد نوري المالكي. نعم. عن بعض الآخرين، أو هناك بعض التمايز يعني أكد يمكن نوري المالكي من القلائل اللي أكدوا بأنه لا جدوى من إعادة الفرز، لأنه يبدو لأنه يمكن فائز، وثانيا واصل قناعة بأنه لم يكن هناك تزوير جدي ولم تكن هناك طعونات يعني قادرة أن تغير من النتائج المعلنة. فأعتقد أكو تمايز، ويمكن إذا تلاحظين الاتجاه العام هناك قبول تدريجي، قبول تدريجي بنتائج الانتخابات، لكن هناك ضغوطات سياسية لمآل نتائج هذه الانتخابات. يعني كان سابقا إذا تعرفين دولة القانون كانت تميل إلى الأغلبية السياسية. نعم. الحكمة يميل إلى الأغلبية الوطنية، وقسم من عندهم يميل إلى هنا وهناك. طيب في ظل حديثك عن موضوع الأغلبية، تتوقع الحكومة المقبلة ستتشكل وفق الأغلبية أم ستكون كما سبقت من الحكومات السابقة توافقية؟ طبعا هو اول من اعلن حكومه الاغلبيه السيد المالكي من 1904 من 2014. نعم. وبعدين لحقها السيد الحكيم، واعتقد حتى الانتخابات السابقه لسائرون كان عندهم رغبه يسوون يعملون باتجاه الاغلبيه، لكن يعني الموازنه ما بين سائرون ما بين فتح الفرق بيناتهم مو اكثر من 6 مقاعد، فهذا اجبر الطرفين أني يعني يخرجون بتوافقية، لأن بصراحة التوافقية هي مشاركة الكل وعدم وجود معارضة. طيب الآن كيف تتوقع ستكون أغلبية أم توافقية حسب توقعاتك؟ أنا أعتقد تغريدة السيد الصدر اليوم واضحة. أول تغريدة يعني إذا لاحظتي يعني أول ما ظهرت نتائج الانتخابات كان هناك تسريب من قبل الدكتور نصار الربيعي بأنه إحنا نريد حكومة أغلبية، وهناك ردود أفعال صارت عليه، وبعدين تبرأ من هذا التصريح. لكن اليوم العفو اليوم السيد الصدر حسمها القضية، قال نريد أغلبية وطنية. يعني أغلبية شنو وطنية؟ اتضحت الصورة. نعم. من الطيف الشيعي
يعني قد يكون الأخوة الصدريين ويأتون من المكون السني والمكون الكردي. هذا قصد بالأغلبية الوطنية، يعني أغلبية من الشيعة ومن الأكراد ومن السنة ومن القوى الفائزة بالانتخابات، ليس بالضرورة كل الأكراد الأحزاب الكردية، نعم. وليس بالضرورة كل الأحزاب السنية، وليس بالضرورة كل الأحزاب الشيعية، نعم. أنا أعتقد هذه الرسالة اليوم واضحة من قبل السيد الصدر باتجاه طبيعة. سننظر إلى ما تقول له نتائج الاجتماعات والتوافقات. شكرا للكاتب والباحث السياسي دكتور علي مهدي، كنت معنا عبر سكايب. أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام على المتهم بقتل شهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي. وقال مراسل الرابعة أن محكمة جنايات البصرة أصدرت صباح اليوم حكما بالإعدام على المتهم بقتل شهيدين الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي. يذكر أن محكمة جنايات البصرة كانت قد قررت مطلع الأسبوع الماضي تأجيل محاكمة قتلة الشهيدين أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي إلى يوم الاثنين. هذا وتوافد عدد من الناشطين والمتظاهرين في البصرة إلى منزل الشهيد الصحفي أحمد عبد الصمد للاحتفال مع أسرته بإصدار حكم الإعدام بحق قاتله. أعلنت محكمة تحقيق ميسان اتخاذها إجراء بتوقيف صاحب مطعم وست متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرة المواطنين في المحافظة. مجلس القضاء الأعلى في بيان له ذكر أن قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم الذي تسبب بتسمم عشرة المواطنين في ميسان. من جانبها أعلن دائرة صحة ميسان أن حالات التسمم بلغت 242 مع تسجيل حالة وفاة واحدة. هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهاجم الذوي متوفي إثر حالة تسمم مطعما شعبيا في مدينة العمارة بمركز محافظة ميسان. ووفقا للمقطع المتداول فأن ذوي الشاب المتوفي قاموا بتحطيم واجهة المطعم فيما تدخلت قوة أمنية لإبعاد المهاجمين واتخاذ الإجراءات القانونية. وبالعودة إلى ردود الأفعال والأصداء تجاه محاكمة قاتلي الصحفي أحمد عبد الصمد، معنا مراسلنا من البصرة إيهاب المالكي. أهلا بك معنا. نعم إيهاب، إن كنت تسمعني في البداية، كيف كان وقع نبأ إصدار حكم الإعدام على قاتلي الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة؟ نعم إيهاب، إذا كنت معي عن الهواء، نتكلم عن واقع نبأ إصدار حكم الإعدام على قاتلي الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة، كيف كانت ردود الأفعال؟ نعم أهلا بك مروة من مدينة البصرة. صباح اليوم تم النطق إلى الحكم على المجرمين الذين قاموا بعمليات الاغتيال في محافظة البصرة، ومن ضمن هذه العمليات هي اغتيال صحفيين شهيدين أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، نطق المحكمة بحضور ذوي الشهداء بالإعدام شنقا حتى الموت لأحد المتهمين الذين اعترف صراحة وأمام المحكمة بارتكابه جريمة اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي. إضافة إلى ذلك نحن بانتظار أيضا النطق في أحكام أخرى تشمل قضايا أخرى وجرائم أخرى تم تجهيزها داخل محافظة
البصرة منها ارتجال ناشطين مدنيين خلال حركة الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها المحافظة عام 2019 وعام 2020، بالإضافة إلى ذلك جريمة اغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد الصبح الوائلي. يعني اليوم ردود الأفعال كبيرة وإيجابية جدا لما قام به القضاء العراقي من إنصاف للشهداء، ويعني أخذ ثأر الشهداء داخل محافظة البصرة. دائما ما كنا يعني طيب الحديث إيهاب عن ردود الأفعال، يعني المحتجين الذين توفدوا إلى منزل الصحفي الشهيد كانت هناك لديهم مطالبات بالتنفيذ السريع للإعدام، برأيك هل سيتم الإصغاء لتلك المطالب بإجراءات سريعة؟ وهل لديك معلومات كم يعني يستغرق الوقت لتنفيذ حكم الإعدام؟ نعم بالتأكيد مروة، يعني هذه التظاهرات والاحتجاجات التي نظمها عدد من الناشطين المدنيين والمتظاهرين في محافظة البصرة، هذه كانت لها دعوة قبل 7 أيام و10 أيام للوقوف في بوابة محكمة استئناف البصرة الجنائية من أجل إيصال الرسالة إلى القضاء العراقي بتنفيذ حكم الإعدام والحكم بالإعدام تجاه المجرمين. أيضا بعد النطق بالحكم مباشرة توجه هؤلاء المتظاهرين إلى منازل الشهداء أحمد وصفاء غالي مطالبين بتنفيذ الحكم سريعا ولا يطول على رفوف وزارة رئاسة الجمهورية. اليوم رئاسة الجمهورية للأسف الشديد عطلت الكثير من أحكام الإعدام التي بث بها القضاء العراقي، الكثير من السجون ممتلئة بالإرهابيين وممتلئة بالمجرمين، لكن للأسف لغاية الآن لم نشهد لحالات إعدام أو تنفيذ لأحكام الإعدام داخل. طيب إيهاب، مثل أصدار هذا الحكم وبحسب الناشطين وفي مجال حقوق الإنسان، إلى أي مدى قد يسهم هذا الحكم في ردع القتلة المأجورين الذين دائما ما يستهدفون الأصوات الحرة؟ بالتأكيد مروة، يعني من الأشياء الملفتة للنظر بأن حين إلقاء القبض على هذه المجموعة وهذه العصابة المتكونة من 4 أشخاص هي المسؤولة عن عمليات التصفيات الجسدية وعمليات الاغتيال داخل محافظة البصرة، لكن للأسف 2 من القياديين في هذه العصابة هم هربوا خارج العراق بينما تم القبض على مجرمين 2 أو شخصين الذين هم يمثلون أمام القضاء العراقي. نشهد منذ إلقاء القبض على هذين الشخصين وتفكيك هذه العصابة نشهد استقرار أمني كبير داخل محافظة البصرة. محافظة البصرة منذ عام ونصف يعني لم تشهد أي عملية اغتيال، لم تشهد أي عمليات سطو مسلح، لم تشهد الكثير من العمليات الجنائية. بالتأكيد هذه العصابة كانت هي المسؤولة والمتورطة الرئيسية بعمليات التصفية والاغتيال للناشطين المدنيين وحتى على مستوى الصحفيين. لذلك اليوم كل الأصوات تنادي وتطالب رئاسة الجمهورية بالإسراع بتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر صباح اليوم بحق هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة للمجرمين أو العصابات الأخرى التي تنفذ عمليات الاغتيال داخل محافظة البصرة. نشكرك إيهاب على إيضاح هذه الصورة، كنت معنا من محافظة البصرة إيهاب المالكي. حمل النائب السابق عن ديالى فرة التميمي حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي وزر الأحداث الأمنية والخروقات الأخيرة في المحافظة، وقال التميمي أن الحكومة لم تعطي أي اهتمام حقيقي لأمن ديالى، بل لم يزرها رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، مبينا أن ديالى في قلب التحديات الأمنية ولن يستقر العراق إذ ما بقى أزيز الرصاص يعلو سماء بعض مناطق المحافظة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في الملف الأمني للمحافظة. من جانبه أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي استمرار العمليات الأمنية في مختلف المحافظات العراقية لدرء خطر الإرهاب. الخفاجي وهو في تصريح للرابعة أوضح أن هناك انتشارا أمنيا كثيفا في ديالى والوضع في المحافظة تحت السيطرة. هي مستمرة، اليوم قبل ساعات كانت عندنا ضربة جوية في صلاح الدين، هذه الضربة تمكنت طائرات الـF-16 من تدمير أوكار
وألقينا القبض بعدها، بعد أن ذهبت قواتنا الأمنية وفتشت، ألقينا القبض على أحد الأشخاص لازال حي والباقين مقتولين. انتشار أمني كثيف في ديالة، إسهام كبير وإصرار كبير من القوات الأمنية لمنع أي فتنة وأي الحقيقة حالة من الاعتداء على المواطنين. أعتقد أننا الآن في ديالة أصبح الوضع مستقر. بدأنا في سلسلة من التحقيقات التي الحقيقة أدت إلى حدوث هذه الأعمال. وبالعودة إلى ملف محافظة ميسان وعن حالات التسمم التي أصابت المواطنين، معنا الآن الدكتور محمد نقيب، الأطباء في ميسان ومعاون مدير مستشفى الصدر. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، في البداية ما هي الإجراءات التي ستتخذ في ميسان بعد الكارثة الصحية التي أسفرت عن عشرات حالات التسمم في هذه المحافظة؟ نعم، استقبلت شعب الصدر في مستشفى صدر البارحة يوم 31/10 عدد كبير من المصابين بالتسمم الغذائي في حافظ الذي أدى حدوث عدد كبير من المرضى إلى مستشفى حالات قيء وسهاتها، نعم، ضغط معوي وحرارة عالية. كانت الحالات توصلت إلى شديدة، قامت مستشفى بجميع الإجراءات اللازمة من أول إغلاق مطعم الذي تسبب في انتشار التسمم الغذائي احترازيا، وكذلك معالجة المصابين بالغذائيات واستخدام العلاجات اللازمة من أجل إنقاذ حياة المواطنين. نعم نعم. طيب، هل شخصتم الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم الجماعي؟ وبرأيك لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات مسبقة للحفاظ على سلامة المواطنين أو خروج فرق صحية لفحص المطاعم والسلع الموجودة لديها التي تباع للمواطنين؟ هنالك فرق طبعا مرات صحة عامة، نعم، مطاعم يوميا، لكن المطعم الذي تسبب في التسمم الغذائي. عذرا، الصوت غير واضح. شكرا للدكتور محمد نقيب، الأطباء في ميسر ومعاون مدير مستشفى الصدر عن هذه المعلومات. حرب ناعمة تمارسها جماعات تهريب المخدرات وبيعها وترويجها مستخدمة طرق عدة لجري بعض الشباب لهذا الطريق. وزارة الداخلية والجهات المعنية تؤكد ومن خلال الندوات التي تعقدها أنها مستمرة بملاحقة كل من يحول العبث بأمن وسلامة المواطنين. حيدر نصيف لديه التفاصيل. تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق ووصلت حدودا قياسية فيما يتعلق بنسب التعاطي وانتشار ظاهرة تجارتها. هي حرب ناعمة تمارسها جماعات تهريب المخدرات وبيعها وترويجها مستخدمة طرقا عدة، ومنها جر بعض الشباب لتجربتها ومن ثم تحويلهم. وزير الداخلية ومن خلال ندوة موسعة عقدت في مقر الوزارة أكد بأن القوات الأمنية مستمرة بملاحقة كل من يحاول العوث بأمن البلاد. إذن حالة خطيرة، وحالة احنا شكلنا عدة لجان، وصلنا إلى مبدأ أساسي ومهم. هناك مبدأ في الأمن يقول الأمن مسؤولية الجميع، مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع. من جانبنا حقيقة فعلنا الإجراءات على الأرض من ناحية المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بأقسامها في المحافظات، وحتى دعمناها في قسم من المحافظات بتشكيلات مقاتلة من فرقة الرد السريع، بل وحتى الأفواج التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بلغناهم أن يعملون مع القسم. قائد الشرطة أيضا سخر الموارد مالته، ولكن حقيقة العملية غير متوازية. جهود أمنية كبيرة تتواصل على مدار الساعة لجميع صنوف القوات الأمنية والتي تمارس عمليات إلقاء القبض على أبرز تجار المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما تظهر بعض المقاطع الفيديوية والتي توثقها كاميرا القوات الأمنية من عمليات اشتباك شرسة بين القوات الأمنية
وبعض كبار تجار المخدرات ممن يحاول فاشلا الهرب من قبضة رجال الأمن حين تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه. رعاية السيد معالي وزير الداخلية، تستمر هذه الوزارة بعقد ورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة المخدرات. اليوم طبعا هذه الندوة كانت في وكالة وزارة شؤون الشرطة، باعتبار أنه مديرة مكافحة المخدرات هي أحد توابع هذه الوكالة المهمة. الحضور كان من مختلف فعاليات المجتمع العراقي. نحن نقدر في وزارة الداخلية أن هنالك يجب أن يكون دعم من كل المجتمع، من كل شرائح المجتمع، دعم الدولة بصورة عامة، خاصة أن هنالك دعم من قبل السيد رئيس الوزراء، ولكن نحتاج كل الفعاليات أن تكون معنا. بعد أن قضينا على الإرهاب نقول أنه الخطر الموجود الآن هو المخدرات، بالتالي يجب علينا أن نشترك مؤسساتنا، وزاراتنا، المؤسسات الدينية، يجب أن نشترك في اتجاهات عدة. الاتجاه الأول والأهم هو التثقيف والتوعية وتشخيص مكان من الخلل وعدم إعطاء فرصة لهذا الخطر الداهم أن يتغلغل إلى مجتمعنا وإلى عوائلنا. متابعة قضايا المخدرات وطرق معالجتها كان من أولويات وزارة الداخلية لإنهاء هذه الآفة التي بدأت تتفاقم في أغلب مناطق العاصمة. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. مع استمرار مشكلة انخفاض واردات العراق المائية خاصة خلال الفترة الحالية، يؤكد مراقبون للشأن الاقتصادي أن على الحكومة إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ جملة من القرارات المصيرية من أجل إنهاء هذه الأزمة التي قد تسبب آثارا سلبية في البلاد. ضلال سامي لديها التفاصيل. الكارثة المائية تهدد العراق، وواردات المياه قلت بنسبة 50% بسبب مشروع الجاب الذي يضم 22 سداً من قبل تركيا. ومن جانب إيران التي تسببت بقطع 42 نهراً مشتركاً مع العراق، وفي ذلك أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة. السبب بسيط، أنه التغيرات المناخية القادمة لا محالة، العراق واحد من البلدان المتأثر بهذه التغيرات المناخية بشدة للأسف، وعلينا أن نكون أكثر موضوعية ونفكر بطريقة شاملة. يحتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول في التغيير المناخي، والأمر يحتاج تدخل فوري من قبل الحكومة لإنشاء مركز بحث للبيئة والمياه وتفعيل المجلس الأعلى للمياه الذي تم إنشاؤه في بغداد ولم يعمل به إلى الآن. يعني تنظيم المياه خارج العراق وضمان حصة العراق من الموارد المائية هو من السلطات الاتحادية، وإنما رسم السياسة الداخلية لتوزيعها داخل الأقاليم وداخل المحافظات هو بالتنسيق الأقاليم بالتنسيق مع المحافظة. فنحن في لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي هو دورنا دور رقابي ودور تشريعي، فتشريع القوانين اللي تخص المياه وكذلك متابعة ملف المياه سواء كان داخلي ورسم السياسة الداخلية للداخل أو التفاوض ويا دول الأقليمية سواء كان دول أقليمية إيران أو تركيا أو سوريا أو أي دول أخرى لضمان حقوق العراق المائية. عدم اهتمام العراق بملف المياه أثر سلبا على القطاعات الزراعية وشكل ضررا كبيرا خصوصا في مناطق شرقي العراق الحدودية بعد أن تراجعت مساحتها إلى النصف. ويدعو المؤتمر لإدارة صحيحة للموارد المائية في العراق مع فهم المتغيرات المناخية الحاصلة ومدى تأثيرها على الحياة. قناة الرابعة، ظلال سامي، أربيل. استقبلت المدارس في عموم محافظة العراق أكثر من 11 مليون تلميذا وطالبا، معلنة بدء العام الدراسي الجديد لعام 2021-2022. وعاد التلاميذ والطلبة اليوم للالتحاق بمقاعد الدراسة لبدء السنة الدراسية الجديدة، وذلك بعدما قررت وزارة التربية اعتماد 4 أيام في الأسبوع دواما حضوريا ويومين إلكترونيا وإلغاء عطلة السبت. هذا وعد مرة أخرى الدوام الحضوري للطلبة والتلاميذ بعد انقطاع دام لأكثر من سنتين على التوالي، مع إصدار عدة توجيهات من قبل وزارة التربية لتحسين الواقع التربوي في العراق. أحمد ليث والتفاصيل. عام دراسي جديد بدأ مختلفا عن العامين الماضيين،
دوام حضوري واستقبال مبهج من قبل إدارة المدارس للطلبة، بعدما كانت الدراسة الإلكترونية هي البوابة الرئيسة بإعطاء المحاضرات لجميع المراحل الدراسية. حضرنا بمعية سيد المدير عام إلى مدارس قطاع الشعلة لغرض الحضور اليوم المدرسي الأول، وكان الحضور ممتازاً من قبل التلاميذ والإقبال كان كلش أفرحنا كثيراً. الالتزام يعني كامل بكل توجيهات وزارة التربية فيما يخص الدوام 4 أيام لكل مرحلة، أو فيما يخص التباعد لكل مرحلة 4 أيام حضوري ويومين إلكتروني. ملتزمين كافة ملاك المدرسة، كافة المعلمين والمعلمات. تصوير الدروس الإلكترونية يكون من خلال الجدول اللي ما يداوم به 4 مراحل، المرحلتين البقت والمتبقية يقومون بتصوير الدروس الإلكترونية وبثها عبر قنواتنا عن طريق التليجرام. الإجراءات الوقائية ركزت عليها أغلب المدارس الحكومية. ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات واجب فرض على كل طالب حين دخوله إلى المدرسة. وزارة التربية وضعت خطة لآلية الدوام اقتصرت على تحديد 4 أيام في الأسبوع للدراسة الحضورية، ويوم واحد يكون إلكترونيا. قامت احتفالية للتلاميذ خلال اصطفاف في ساحة المدرسة، وكانت هناك بعض التوجيهات للتلاميذ من خلال توجيهات أنه استعادة نشاطهم وحيويتهم من خاصة بعد ترك للدراسة العام الماضي، من خلال استعادة نشاطاتهم التعليمية. أكيد عندنا الطلاب اليوم، أنا تلاميذي يعني بديت وياهم من الصفر، يعني هم أساني داخل صف ثالث، دابدي وياهم أوليات الصف الأول، لأنه ما عندهم معلومات أولية، تعرف التلميذ صغير بعده ينسى. فرحة الطلاب بجو الدراسة الحضورية عامل سيكون الأكثر أهمية في معالجة خمول وكسل استيعاب المحاضرات التي فرضها التعليم الإلكتروني وتأقلم معه الكثير من الطلبة. بعد 2 عامين من الدراسة الإلكترونية، المدارس الحكومية تفتح أبوابها للطلبة مع مراعاة الالتزام بمدة الدوام التي حددتها وزارة التربية. أحمد ليث بغداد، 4. نظمت الكوادر التعليمية في قضاء الدجيل تظاهرة للمطالبة بالحقوق المغيبة عنهم من درجات الوظيفية، ومؤكدين بضرورة سن القوانين من قبل الجهات المختصة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل بعض المواطنين. حمزة الرباعي والتفاصيل في التقرير التالي. خرجت الكوادر التعليمية في قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين بتظاهرة سلمية للتنديد بسلسلة الاعتداءات المتكررة عليها، ومطالبة بحصة القضاء من الدرجات الوظيفية التي توزع من قبل مديرية تربية المحافظة دون أن يكون لعشرات الخريجين من القضاء نصيب منها. نحن اليوم طلعنا بتظاهرة سلمية استنكارا للاعتداءات التي حصلت على الكادر التربوي خاصة في قضاء الدجيل، ونحن نطالب بإجراء التحقيق الفوري بهذه القضية وإعطاء حقوق الدجيل من الدرجات الوظيفية. كمتظاهرين وكخريجين وكعاطلين عن العمل نطالب وزارة التربية بإقالة من يسيء ويعتدي على الكوادر التدريسية في قضاء الدجيل، وأيضا الحرمان من التعيينات من القضاء. الكثير من التعيينات جت للتربية ما صلاح الدين، بس قضاء الدجيل ما مشمول، شنو السبب؟ المتظاهرون تحدثوا عن وصول آلاف الدرجات الوظيفية لتربية صلاح الدين دون النظر للنقص الحاصل في الكوادر التعليمية لقضائهم، معربين عن استيائهم من التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له، مؤكدين أنهم مستمرون في تظاهراتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم. اليوم جت إلى محافظة صلاح الدين 3000 درجة إدارية وتم توزيعها على بقية الأقضية ما عدا قضاء الدجيل، ولأسباب واهية لا نعرف السبب، وهذا إجحاف من قبل المديرية العامة للتربية صلاح الدين ومديرها. بالنسبة للدرجات الوظيفية، أتت عدة درجات وظيفية ولكن لم يحصل منها هذا القضاء بسبب الفساد الإداري والمالي في مديرية التربية صلاح الدين. لدينا المئات من الخريجين ولم يحصلوا على فرص عمل
بالنسبة للمحسوبية والمنسوبية عما يحصل في مديرية التربية صلاح الدين، نطالب وزير التربية بالتحقيق في هذا الأمر ومما حصل. تظاهرة جاءت للمطالبة بالحقوق المغيبة عن الكوادر التعليمية في قضاء دجيل، مطالبة في الوقت نفسه ضرورة سن القوانين التي من شأنها حماية هذه الشريحة التي تعتبر أساس بناء الدولة الرصينة. من قضاء دجيل جنوبي صلاح الدين، حمزة ربيعي، الرابعة. بعودة مهرجان بابل الدولي إلى ساحة المسارح العالمية وبحضور كبار الفنانين العربي والعراقيين، يعود الفن والثقافة إلى أصول أرضه وسط حضور فني وشعبي واسع لدعم السلام والمحبة من أرض بابل الحضارات. زيد الشهاب والتفاصيل. بلحن جميل وكلمات عذبة كان يتغنى بها حميد منصور في مهرجان بابل، واليوم تعود هذه الذكريات وفي طيها حب وصوت شجن يتغنى به لجمهوره بعد غياب دام لمدة 20 عاما. لا، مهرجان ناجح الحمد لله بشكل ناجح، وأنا أشكر السيد المحافظ واللجنة المشرفة، ناجح أمنيا وثقافيا، ورجعنا لأغاني السبعينات والأغاني الحديثة، وشفنا كثير من الشباب يغنون، شفنا من الشباب العرب جايين، وهذا طبعا نفتخر به إحنا، لأن عندنا شيء تقريبا اندثر، وإن شاء الله بالمستقبل يكون أكبر. أغاني حديثة وأغاني قديمة. أصوات عذبة وطرب قديم يتغنى بذكريات بابل التراثي ومسرحها، فكانت الفنانة أمل خضير أحد تلك الأصوات التي أعادت الذكريات التي غابت لسنين طويلة. تفاعل كبير حظي به الجمهور مع الفنانة العائدة ليثبت للعالم أن بابل قد عادت من جديد. هو مو الغياب، مو أني يعني الغياب، هي الظروف حكمت أنه المهرجان ما يتقدم هاي السنوات الفايتة، وأني شعوري شعور كأي مطرب أن يلتقي بجمهوره ويقدم اللي يرضي جمهور، ونقول إن شاء الله بشارة خير هي يعني لمهرجان بالسنين القادمة إن شاء الله، ويبشر بالخير يا الله. ويستمر مهرجان بابل الدولي بمختلف الفنانين والفرق الشعبية من داخل وخارج العراق. بعد غياب الفن الشعبي عن المحافظة عاد ومعه أصوات الطرب القديم. من بابل زيد الشهيب، قناة الرابعة. قبل الختام تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. مفوضية الانتخابات تواصل إجراءات العد والفرز للمحطات المطعونة، وقوى الإطار التنسيقي تطالب بالعد الشامل. الكاظمي غير مرحبا به لولاية ثانية، هو سياسية تبلغ الصدر بأن المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بالتوافق الشيعية. وفاة مواطن وإصابة العشرات إثر تسمم جماعي في ميسان، والأجهزة الأمنية تعتقل عددا من أصحاب المطاعم الملوثة. الإعدام بحق قاتلي الصحفي أحمد عبد الصمد، ومطالبة بالتنفيذ العاجل لردع العصابات المنظمة. النشرة انتهت، شكرا لطيب المتابعة، اترككم في رعاية الله.